لكل حبايبنا اللي بيشتاقوا لنا من اسبوع لاسبوع، وانا بعرف انكم كتير كتار، بعرف بدون ما تقولوا لي بحس انكم كتير كتار. ان شاء الله دائما نكون عند حسن توقعاتكم يا رب. حلقه جديده من برنامج سكرين شوت فيها وصفه كوميديه للمشاهدين، يلا نبداها بالعناوين. بعد اسبوع من الطلاق ابو خالد يتالم بلوعه وام خالد بلايفات شي روعه. تعرفوا على انواع الموف اون، واللي باع كاش بيعه ببلاش. حلقه جديده من مسلسلات ابو الشلل للانتاج الفني. مايا دياب تقصف الجبهات وتحصد اعلى التقييمات. وبالفقره الاخيره النجوم ضحايا للتنمر والتعليقات الجارحه. يا جماعه قصه طلاق ام خالد من ابو خالد لا زالت تتفاعل في ارجاء التيك توك. ليش؟ لانه غرامك مزيف، ضميرك عدم، هويتك عشقتك كرهتك نعم. ام خالد بلشت تطلع لايفات وتفش خلقها للتيك توكرز اللي زيها عشان يطبطبوا عليها من جهه، يعني يعطوها شويه هدايا من جهه ثانيه. التيك توكر ام عمر الوفيه اللي قلبها كبير كانت حاضره ومستعده انها توقف جنب زميلتها ام خالد. انت تزعلي على نفسك لو جرى لك حاجه؟ مش زعلانه على حد، انا زعلانه على نفسي يا ام عمر. ربنا يجيب لك حقك. بصلي الفجر وبقول حسبي الله ونعم الوكيل. حتى سوزي الأردنية تركت مشاكلها مع أبوها ودخلت عشان تطبل، قصدي تطبطب لأم خالد المجروحة. ناخدش احنا من التشيبة السيدة أم خالد، اوعي تزعلي من الألبوم. طيب التشيبة السيدة والله انت مفترش. يا ست بقى فكك بقى فكك بقى. ولأنه لسه الدنيا بألف خير، كتير من أصحاب الأيادي البيضاء عرضوا المساعدة على أم خالد عشان تتخطى هالمرحلة الصعبة بتاريخ الأم العربية. حضرتك تعالي وهنموف أون، هنموف أون والله، هجيب لك فسيخ بقى وناكل فسيخ ونجيب دخالة جمبري ونحمر بطاطس. فعلت خير تانية كمان، عرضت على أم خالد تدلعها وتشيلها على كفوف الراحة. أنا صاحبتك في ظهرك في سندك في كل حاجة هتلاقيني، اوعي تضعفي. الموف اون ده اسهل ما في الحياه. مشكله ام خالد مع ابو خالد يا جماعه بطلت مجرد خبر، لا هي صارت موضوع هوس، لدرجه انه سوز الاردنيه صارت تحلم بابو خالد وهي نايمه. والله حلمت بابو خالد اقسم بالله، مش عارفه لي يومين حاطه ابو خالد في دماغي ليه. حقك عليا ام خالد بقى لو انت لسه في بينكم عشم. يعني بصراحه انا حابه اعرف شو تعشيتي انت سوزي عشان تحلمي بابو خالد، شو قصتك، شو السلافه. حتى الناس العاديه اللي ما خصها لا بالتيك توك ولا بالسوشيال ميديا يعني صار بدها تحل مشكله ام خالد وابو خالد. عملتي الغدا يما؟ غدا يا ابن سيبني من اللي انا فيه. اللي انت فيه يما، لو معاكي مشكله قولي لي، ابنك موجود. معاك رقم ابو خالد الحلواني؟ لا ابو خالد جوز ام خالد. يا تطلع على النت يا ولا يما، احنا مالنا يما بالحاجات دي؟ بقولك اللي غتولي لي خالدهم، احنا مالنا يا ماما، يعني حل مشكلتهم بدل ما بعدين بعض على النت. ولانه ربنا ما بترك حدا، الحمد لله ام خالد قدرت انه تتخطى الاحزان وغدر الزمان، لا بل وصارت ايقونه ومرجع بعالم الموف اون. ام خالد ادينا كورسات موف اون. الظاهر بيبقى شيء والمستخبي بيبقى شيء تاني خالص. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا بجد يعني لو جبل كانت هد من اللي هو فيه، بس الحمد لله يمكن ربنا مديني شوية قوة علشان خاطر خالد وريان. وبعد البحث والتدقيق لقينا السر اللي خلى أم خالد تتخطى العذاب. البني إيه بقى اللي أنا هعمله؟ هقول لكم، ده شيبسي جايباه ومفرفتاه كده، مداش تتبصوا، طلعت بصوا قرفي كله فيه لحد لما خليته فرافيت كده، هنركنوه على جنب. سامعين يا جماعة؟ أي واحدة اتطلقت لا تصبغ شعرها ولا تسجل جيم، دغري ادخلي على المطبخ، اطحني كيس شيبسي وتخيلي أبو خالد قدامك، دقي لك حصين توم، احشي لك كوسايتين، وبإذن الله الحياة رح ترجع زي الفل. هلا اطمنا على أم خالد ومشاعرها، بس يا جماعة حدا يخبرنا أبو خالد شو الوضع عنده؟ تخطى شلال الأحزان ولا لسه؟ أنا تايه وقلبي مقبوض ومش عارف أنام، لو حصل لي حاجة ادعولي وما تنسونيش. هاشتاج غدر البشر، هاشتاج غدر الحبايب، هاشتاج قسوة الزمن. والله يا ابو خالد وجعني قلبي عليك، كمان ذكرتني بالشعارات اللي بكتبوها على الشاحنات، امي اعز الناس، عضت اسد ولا نظره حسد، عين الحسود فيها عود. واضح ابو خالد انك انت حاسس بالوجع، بس يعني بالنهايه يمكن ما في اصعب من الوحده. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده يوم مش عادي. النهارده عيد ميلادي. واول مره احتفل بعيد ميلادي لوحدي. وانا خالد مش جنبي وريان مش جنبي، بس انا قلت لازم احتفل. Happy birthday to you. Happy birthday ابو خالد. ما بيهون علينا احنا ببرنامج سكرين شوت انك تحتفل لحالك بهاليوم، طلع لجواتك شو حابب تقول كمان. ضحكة الجدع
وقت الوجع هيبة. رجعنا للحكم والأقوال. مش قلنا لك بلاش حكم يا متنبي التيك توك؟ ما هي إذا كان في أمل ترجع لك بعد هاي الفيديوهات رح تبطل. يعني بدك أذكرك شو صار من ورا تصيبة الزايدة؟ آي يلي تشيبة قلبك تقولي أختي جمال معك. بدك نصيحتي يا أبو خالد، أنا برأيي بدل فيديوهات ضرب الحبيب زبيب وباكل صنوبر ولا بركب أوبر، اعمل لك هيك فيديو اعتذار لأم خالد كبادرة حسنية، بلكي قلبها رق شوي ورجعت. السلام عليكم، حابب أقول كلمتين بس بعد إذنكم اسمعوني. أنا بعتذر للناس على اللي صدر مني. أنا ما كانش صح إلا أنا أرد على أم عيالي مهما قالت، يعني هي مهما قالت فأنا ما كانش صح إلا أنا أرد عليها. هي الست لها كل احترام وتقدير، وإحنا بينا عيال والعيال بتكبر في يوم من الأيام، وما تمناش اللي هم يشوفوا لايف زي دوت أو فيديوهات زي ديت. ولو أقدر أمسحها أقسم بالله أنا أمسحها، عشان ما ينفعش الموضوع يبقى بالشكل دوت نهائي. يعني إن شاء الله يا رب أم خالد تشوف هالفيديو وترجعوا لبعض زي قبل وأحسن، وتسكروا حساباتكم على التيك توك ويوقف النت بالعالم كله، ونبطل نعرف عنكم أي إشي، والله على كل شيء قدير. بما أنه كنا عم نحكي عن العلاقات التوكسيك وتخطي الحبيب في زمن السوشيال ميديا العجيب، تعالوا نتعرف مع بعض على أنواع الموف أون أو مرحلة ما بعد الانفصال. شوفوا، بالنسبة للشباب معروفة، هو نوع واحد من الموف أون، أول يومين بحس حاله أنه هو صاحب القلب الحديدي ومش محتاج أنت بحياته، بيعملها بلوك على الواتس والفيسبوك وإنستغرام، وأول ثلاث أيام بيقضيها مشاوير روحات على القهوة مع الشباب وكل أصحابه وبقولوا له فداك يا بطل أنت زلمة، بكرة يومين وبتنساها. هون بحس حاله جراندايزر، قاهر قلوب النساء وقادر يتخطاها بساعتين. بعد أسبوعين من هرمونات الرجولة المفرطة ببلش يتذكرها، بصير يشوفها بكل أنثى بتمر من قدامه، وفجأة باليوم الثامن بتنهار مشاعره بس السيد، وبعمل داونلود لأغاني تامر عاشور وهاني شاكر، وبصير قلبه أرق من ورقة الزبدة. بصير يصحى من النوم وبتذكرها لما كانت تبعت له صباح الخير حبيبي وبعيط، لما يفرش أسنانه بتذكر ضحكتها وبعيط، لما يطلب دليفري بتذكر إنها بتحب تشيز برجر وبرضه بعيط، برجع بشيلها البلوك عن الواتس وبرجع بالمحادثات سنة لورا. بصير اسمع صوتها على الفويسات، بقلب صورها على التليفون والدموع منهمرة، وعما كان يشاكر صوته واصل لآخر الشارع وبقول لك الحب مش ألبوم صور، وبيكمل كل حياته دموعه وأحزان لحد ما تيجي واحدة تانية تنسيها. اختصار، هلأ البنات احنا موضوعنا معقد مختلف تماما، يعني احنا موديلات بالموف أون. أول نوع مثلاً، عندك فتاة الثعبان، هاي اللي بتغير جلدها تاني يوم، يعني هي بتنفصل عن حبيبها باتنين تسعة المغرب، ترجع بترتبط بواحد تاني ثلاثة تسعة الفجر، من وين جابت ربك أعلم؟ دغري بتكتب على فيسبوك لقد وجدته إنه نصف الآخر. طب بنت الحلال وين وجدتيه؟ ما هو لو طالبيته من امازون كان اخذ وقت اكثر، لو مطلعيته من الفريزر بده وقت اكثر ليفك. هاي بتيجي مامنه حالها بخمس شباب باك اب لقدام، يعني عندها احتياط الزامي اكثر من البنك المركزي. ثاني نوع انثى تشي جيفارا الثائره، هاي دائما مفكره ان التغيير هو طريق النسيان، بصير بدها تعمل ثوره وتغير كل إشي بحياتها مره واحده عشان تنسى، تسجل بالجيم كيك بوكسينج عشان تفرغ غضبها، تعمل دورات رمايه عشان تثبت عنفوانها، بتروح بتلم تسع بسس جرب من الطريق عشان تربيهم يعطوها حنان، بتقص شعرها وتصبغه أحمر عشان تبين الأنثى القوية، صير تبهدل زملائها الشباب بالشغل بدون سبب بس لأنهم شباب. ثالث نوع الدراما كوين. مجرد ما تترك بتبلش توزع أحزان وأوجاع على الأم العربية كلها، صور شموع، أغاني، أحزان، صور لفتاة يابانية قاعدة بالبانيو بتبكي والكحلة نازلة على وجهها، وهي من الأساس تعرفت عليه من شهرين، بس خلص هي بتحب تكون شمعة تذوب بعذابها. نيجي على رابع نوع المحقق كونان، هاي مجرد ما يتركها خطيبها بتعمل تسع حسابات فيك على السوشيال ميديا، تبلش عمليات تجسس، شو منزل صور؟ ليش لاست سين من ساعتين؟ ليش عامل لايك لصاحبتي على صورتها؟ معجب فيها ولا هي كمان كانت معجبة فيه؟ شكله ترك عشانها، خليني اتصل عليه وابهدله على صحة السلامة. اما خامس نوع الشاعر المجروحة، هاي اول ما تنفصل بتتفجر عندها موهبة الكتابة والتحفيز، دغري بتقلب احلام مستغان مع خالد غطاس، لا احد يستحق دموعك يا عزيزتي، ارقصي وامرحي انت طفلة مثل التيليتابيز واستاذة في الحب والتحفيز. وطبعا بعد اسبوعين بتفتح حساب على تيك توك بتسمينا دين للدوبامين، وبتصير تساعد البنات اللي زيها عشان يتخطوا الوجع. واخيرا بيجي عندكم فتاة النمر المقنعة، هاي بتحسسك انه هي لا كانت تحبه ولا كان لها من الأساس ولا بدها ترجع له، هي بس بدها تفرجي الناس إنها فراشة سعيدة تعيش على رحيق الأزهار مثل سمية الخشاب مثلاً. اليوم الحلو ده أو صديقتنا أم خالد مثلاً. وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
امي. اهلا 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 بعز الحبايب. اهلا 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 بالاوتيل غايب. جوع اخر الليل. هنعمل سندوتش النهارده. ايه بقى ده؟ اسمه ايه؟ اسمه سندوتش الموف اون. واديله ادي. هنعمل النهارده سندوتش الموف اون. او هنا اللي ما نزلت دمعه بعد ما فصلت عن فهمي. انا عايزه اقول لك انا ما نزلتش دمعه. عارفه لما تحسي ان انا انتهى خلاص، اللي هو خلاص ده حاجه قديمه كده. حبيبتش اديله ادي اديله ادي. ان شاء الله يا رب تكون خاتمه الاحزان. فقرة أبو الشلل للإنتاج الفني تعود من جديد مع مسلسل بعنوان سيفون علي بابا. شو بدكم؟ دراما موجود، قهر وعذاب موجود، غدر الزمن كمان موجود. جهزوا لحالكم لأن المسلسل رح يبلش قريبا. مسلسلنا ببلش يا جماعة بيوم طبيعي بحياة أسرة عندها وشة، يعني ملطوشة زي ما بيقولوا. الأسرة قررت تجيب سباك عشان يصلح السيفون، ولكن الأحداث أخذت منعطف آخر وحدث ما لم يكن في الحسبان. مشينا المسلسل بالله يا مخرج. إيه يا جوزي يا حبيبي عامل إيه؟ مفيش، انا واقفه مع السباك وهو بيعمل لنا السفون. ماشي يا حبيبي هستناك. سلام. اوبا، السباك اكتشف انه هاي العيله الترللي مخبيين مصاري ومجوهرات داخل السيفون. ليش ما تسألوني؟ بس أكيد في عبرة، يعني إلا ما يكون في عبرة رح نكتشفها لاحقا. خلينا نشوف هلأ السباك اللي شعره زي النودلز كيف رح يتصرف مع هذا الموقف. ها يا اسطى عملت إيه؟ ما عملتش أي حاجة يا أستاذة للأسف، الحوار كبير قوي. بقولك إيه، تعالي نقف نتكلم برا. تعال يا نهار أبيض يا أستاذة، الحوار كبير قوي يا استاذه. كبير في ايه يعني؟ ده سفون يا اسطى. في ايه؟ ما هو للاسف يا استاذه السفون مسدود وانا محتاج اجيب شويه بضاعه تاني، فهحتاج من حضرتك فلوس اروح اجيبها بس واجي عشان اعرف اعمل لك السفون. لا والله للاسف انا مش هقدر اتصرف في اي حاجه لحد اما جوزي يجي. انت لو هتعرف تعمله اعمله، مش هتعرف تعمله خلاص يا اسطى اتكل على الله. لا يا استاذه ما ينفعش، لازم اعمله لك. بس انا اعمل ايه غصب عني والله. هون زي ما انتم شايفين السباك رايق، لا توتر ولا مبين عليه الصدمة أساسا، يعني بقولها الموضوع كبير قوي وعاوز فلوس عشان أجيب البضاعة، ولكن الزوجة الوفية ما قبلت تعطيه مصاري، بل كي راح وما رجع بخرب المسلسل. وهون يا جماعة حدث ما لم يكن في الحسبان. معلش يا أستاذة أنا مش معايا فلوس، أقسم بالله اديني أنت فلوس هروح أجيب بس شوية البضاعة دول عشان أظبط لك السفون. أهو جوزي جاي. أيوة وقف وقف عندك، أنا عرفت السلافة. هلا شوف شو راح يصير، جوزها راح يشك إنه هي بتخونه مع السباك ويطخه بمسدس ويرجع يندم، صح؟ يا صافي، ايه يا اسطى عملت السفون ولا لسه؟ لسه والله العظيم يا استاذ، انا لسه كنت بحكي لها اهو. مفيش الكلام ده، ازاي يعني بقالك ساعه قاعد في الشقه وانا لسه جاي من الشغل ومزنوق عايز اخش الحمام، في الاخر ما تعمليش السفون؟ ما حضرتك والله العظيم غصب عني، انا محتاج شويه فلوس اروح اجيب بضاعه عشان اعمل لكم السفون. والله؟ لا طلع الموضوع مختلف تماما. دقيقة، هو جاي من الشغل لا بيحلم طبخة زاكية ولا شاور بمي سخنة، جاي وحلم حياته يفوت على الحمام بمصر كلها، ما في غير حمام واحد بس اللي هو ببيته وخربان. بقولك ايه، ولا فلوس ولا ما غير فلوس، قدامك بالظبط 10 دقايق، يا تعمل لي السفون يا ماشي جيب واحد غيرك على طول. لا لا لا، واحد غير ايه حضرتك؟ ايه طب بس على الرز وهو هيستوي، انا باذن الله هخش اعمله لك في 10 دقايق. تخيل يا زلمة يجي لعندك سباك ويقول لك السيفون محتاج قطع وانت تقول له ممنوع، يا بتصلح بالموجود يا اتكل على الله، ويقول لك خلص لعيونك، من دقيقتين ما كان بزبط وهلا صار بزبط. ماشي 10 دقايق يا اسطى. ماشي يا استاذ. تعالى صافي الاستراحه بلا ما خلص السيفون، تعالى. وزي ما انتم شايفين السباك دخل الحمام عشان يصلح السيفون، والعيله الكريمه راحت تدردش بامور مهمه جدا بهذا الوقت. تعالى صفى اقعدي. ايه يا جيمي؟ عمو تعرف انت جبت السباك ده منين؟ جبت الرقم من جيراننا، قالوا لي ده احسن سباك في المنطقه. احسن سباك ايه؟ ده شكله على الله ان شاء الله، ده بقاله ساعه مش عارف يصلح السيفون. هنعمل ايه؟ ما احنا مضطرين يا جيمي، عايزين نصلحه ونخلص. المشكله يا صافي اللي انا جاي من الشغل مزنوق جدا. طب المهم انا اخش اغير يكون هو خلص السباكه. تستعجليه يا صافي. ماشي. حاضر. تستعجليه. حاضر. اول مره بحياتي بشوف عيله محور حياتها السيفونات والحمامات، تاركين مشاكل الدنيا كلها وبفضفضوا لبعض عن السيفون الخربان. ابيض دي مصلحه في الجول. هاي يا اسطى خلصت السباكه ولا لسه؟ حاضر يا استاذ دقيقه واحده خلاص انا اتخلص اهو. كل دي فلوس العبد يا ولدي وذهب. يا لهوي
بوجه الى جميع الاطباء النفسيين اللي بتابعوا برنامجنا، شو اسم المرض اللي بيخلي صاحبه يخبي ذهب ومصاري بالسيفون؟ واساسا ليش المصاري مش مبلوله اذا السيفون كان شغال؟ ما هو اكيد في حكمه بالموضوع. ما كنتش ناوي اعمل كده، بس اعمل ايه؟ انا محتاجه. والله هالسباك طلع ابن حلال، اي نعم سرق بس حسب الندم. واحد جاي من الشغل تعبان. اما نطمن بقى على فلوس الذهب اللي في الدولاب. مخرج وقف عندك دقيقة، أنا ممكن أعرف ليش الممثلين كل الوقت بيحكوا مع حالهم؟ يعني هو مسلسل مخصص للراديو بالأساس ولا شو السلافة؟ أنا شخصياً إذا عطشت ما بقول بصوت عالي بدي أشرب مي وما في غيري بالغرفة، بس أكيد في حكمة بالموضوع، كملوا. إيه ده؟ يا نهار أسود، فين الفلوس والذهب اللي كانوا هنا؟ سبحان الله، هو مزنوق وراجع من الشغل تعبان، وأول إشي بتذكره هو المصاري والذهب. ليش؟ لأنه ماله حلال ما بيضيع. يلا بسرعة بسرعة امسك الحرامي يا بطل. أستاذة. ها يا أستا خلصت ولا لسه؟ أيوة أستاذة خلصت السفول وبقى زي الفل، مع أنك أنتوا جيتوا عليا بس مش مشكلة عادي. ما أنت حسستنا أن أنت دكتور مش سباك. ليه بس يا أستاذة؟ أنا ما أخرتش على فكرة. طيب ماشي، حسابك كام؟ 300 جنيه بس. لا هم 200 جنيه ما فيش غيرهم. ماشي يا أستاذة. شكله بيتهم كبير الجماعة، الحمام بالقاهرة وغرفة النوم شرم الشيخ، يعني لو سلحفة معها ترقق عظام كان وصلت. مع أنكم جيتوا عليا والله عظيم، بس أنا مسامحكم يعني عادي. يلا مع السلامة. على اللي حصل فيكم. السباك راح والمجوهرات راحت والمصيبة وقعت، بس أكيد في حكمة بالآخر. خلونا نشوف. صافي يا صافي. ايه يا جيمي في ايه؟ فين الفلوس والذهب اللي كانوا جوا في الدولاب تحت الهدوم بتاعتي؟ الفلوس؟ افتكرت، انا جارتنا كانت قالت لي خلي بالك عشان في حرامية حوالين البيت، رحت شلتهم من الدولاب وخبيتهم في الحمام. ايوه، اذا عرف السبب بطل العجب، الجيران قالوا لها خذي بالك في حرامية حوالينا، فهي تصرفت. ومعروفة يا جماعة، بس بدكم تخبوا الأشياء الغالية، الذهب بالسيفون، الفضة بالمغسلة، الألماس بالبانيو، بدناش نحكوا فيها. ايه ده يا صافي؟ انت اتجننتي؟ في حد يشوف فلوس والذهب في الحمام يا صافي؟ تعالي نشوفهم بسرعة. تعالي. حطهم فين في الحمام؟ هنا يا جيم. يا نهار اسود في السيفون كمان؟ ايه ده؟ وهون هاي العيلة الله يسلمهم الحكيمة وصلونا العبرة اللي كنا مستنيينها من أول الحلقة، وهي دخول السباك مش زي خروجه. بشوفكم بحلقة جديدة من مسلسلات أبو الشلل للإنتاج الفني. عن الفنانة الجميلة مايا دياب التي تعتبر من الفنانات المثيرات للجدل، يعني ممكن تعمل بلبلة بلبسها بأغنيها بصداقاتها، ولكن زيادة على صفحة الإثارة للجدل هي معها دكتوراه بقصف الجبهات، يعني بنقدر نقول عنها راجمة صواريخ. مجرد ما حدا يستفزها بكلمة أو يسألها سؤال ما بيعجبها ممكن تحرجه على الهواء وتصغره وتخليه هيك قد الفسفس قد الكائن المجهري. حتى الزميل عمرو أديب لما استضافها قالها انت كل ما قبل ليكي تتحول لخناقة. كل ما اشوف انترفيو ليك بتتحول لخناقة، بتتحول لتحدي. عشان هيك حبيت اليوم أكون بلوجر لقصف الجبهات وأعطي تقييم لأبرز الجبهات اللي قصفتها مايا بمسيرتها الفنية. من أشهر المواقف اللي مايا دياب قصفت فيها الجبهات لما قالت للإعلام نيشان أنت أسئلتك سئيلة وأنا سئيلة ومش رح جاوبك. أنت أدخلت موضة الأسئلة السئيلة. سئيل السؤال؟ أكيد. جاوبيني جواب لكن عليه. ما أنا أسأل ما بجاوب. لا حبيت بعطيها 7/10، حلو الجو. تقدري تعملي احسن، كملي. مذيعه ثانيه تعرضت جبهتها للقصف لما سالت مايا عن اشاعه علاقتها بوائل كفوري. مين له معي ومين له خصه فيه وانت شو خصك فيه بهذا الموضوع؟ واو 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 واو، اصابه مباشره وموفقه، بعطيكي 8/10. شديلي الهمة خلينا نوصل للعشرة على عشرة. الإعلاميين رجوا رودولف بإحدى المقابلات سألوا مايا ليش رغب علامة صار يعمل حفلات معك بدل ما كان يعملهم مع هيفا. طبعا مايا ردت باستعمال السلاح المعتاد. خطفتي رغب علامة؟ أبدا. من هيفا وهبة؟ نووي. لو وقفت على رغب كنا قلنا أنا عندي محامي في يحضر ويجاوب صح؟ أنا قال لي جاوبي على هول الأسئلة والباقيين أنا بجاوب عنه. يعني بتقدري تعملي أحسن، رح أجاملك أعطيكي 5 بس عشرت شدي حيلك. إحدى المذيعات اللطيفات ربنا غضب عليها وخلاها تسأل مايا عن الخاتم اللي لابسيته بإيدها وما هي إلا جزء من الثانية، وبدأت مايا بالقصف العشوائي يمين شمال. طب هلأ أنا شفت سوليتير إله قصة أو؟ هلأ أنت متهمة بالتنمر والبولينج، هيدي هي لأنه بتروحوا على محلات ما لازم تروحوا عليهم. أول شيء اللي جايبه قبل ما يجيبه مزوق لأنه جايبه لقلي. Thank you. لا هتبطل قصف جبهات، هذا اعتداء بسلاح محرم دوليا. مايا ليش اجواء مريم نور؟ قالك على كل حال نسفتي تاريخها للمخلوقه، كمان بعطيكي 8.
بهاي المقابلة يا جماعة كانوا بيعملوا بمايا مقلب بحيث إن المذيعة تستبق مايا دياب وتقصفها قبل ما تنقصف، والنتيجة كانت إحراج على خجل على شو بدي أقولكم. شوفوا لي هالفيديو. كل عمليات التجميل وبتقول يعني بتشجعي عمليات التجميل، فكرتيش مرة تعملي عملية إن هي تأثرك شوية؟ يا بس إيه؟ جيت بالطيارة. برافو. يعني أنا قاعدة ورا الشاشة واستحيت، يا هي قصف الجبهات يا بلا، أداء رائع، تاخذي معنا 9/10. ولكن نكتفي بهذا القدر من الإحراج وبنروح على الخبر اللي بعده. موضوعنا هذا يا جماعة مش كتير كوميدي للصراحة، بس لازم نحكي عنه لعدة أسباب. بالزمانات لما كنت تشوف صورة لفنان أو فنانة على مجلة وما تعجبك كنت تحتفظ برأيك أو تخبر شخص شخصين عن هذا الرأي. اليوم بعد ما صار التليفون موجود بإيدين كل الناس، أي شخص صار بقدر يدخل على أي صورة أو فيديو ويعطي رأيه قدام ملايين الناس. الفكرة مش إنه ما لازم نعطي رأينا، بالعكس أعطوا رأيكم، بس فكروا قبل ما تكتبوا. عمرك قبل ما تكتب تعليق فكرت انه هذا مش مجرد كومنت كتب وخصك إلك؟ احنا لما نكتب تعليق بنكون عم ننشر فكرة، يمكن تكون صح يمكن تكون خطأ، منأثر فيها على ناس غيرنا انهم يشاركونا هذا الرأي ويقتنعوا فيه. يعني انا لما اتنمر على شكل فنان او على لبسه، انا بكون عم بدعي الناس تيجي تشاركني هذا التنمر، بقول لهم اعملوا مثلي، هذا اشي طبيعي. أنا طبعاً كمتلقي إلي كل الحق أعطي رأيي بالمحتوى اللي بيقدم لي الفنان وحر أنتقده، ولكن أنا ما إلي الحق إني أتنمر على شكله وتاريخ عيلته ولبسه. يعني تخيل إنه أنت جيرانك كل يوم بيجتمعوا قدام باب بيتك وبعطوا رأيهم بوعيك بشكلك، بقولوا لك ليش لسه ما عندك أولاد، ليش بتخلي مرتك تلبس فساتين، ليش ابنك لابس نفس البيجامة من أسبوعين، رح تتقبل هذا الإشي؟ أكيد لا. طيب ليش مسلمين جدلاً إنه الفنان لازم كل وقت يتقبل نقد خارج إطار الفن بدون ما يتأثر؟ الفنان يا جماعة مشاعره بشرية زيك بالضبط، هو بيقدم لك نفسه بأعمال الفنية فقط، ما بيقدم لك حياته الشخصية. تذكر دائماً إنه أنت عليك تنتقده بأفلامه بأغانيه برامج تلفزيونية فقط لا غير. وكمان خلي ببالك إنه في فنانين أساطير عملوا أشياء بالسبعينات والثمانينات لا تقارن بهذا الجيل من الفنانين، منهم اللي تجوز عشرات المرات، منهم اللي مثل بأفلام مش ولا بد ولا مرة توجه لهم انتقاد. ليش؟ لأنه بوقتها ما كان في خانة اسمها كومنت، أما اليوم التعليقات عم تكون زي الكورونا، يعني بتعدي. آخر ناس انصابوا بهذا الوباء كان الأسبوع الماضي لما حدا نشر صورة قديمة للممثلة المصرية أسماء جلال لما كانت محجبة وقبل ما تدخل عالم التمثيل. أغلب الناس اللي شافوا هالصورة علقوا على إشي واحد، إنها كانت محجبة وتركت العبادة والإيمان طمعاً بشهرة الفن والتمثيل، وبلشوا ينشروا هاي الصورة ويعلقوا عليها تعليقات جارحة بتشبه بعضها، والوباء اللي حكيت لكم عنه انتشر. ناس ما عندها إشي تعمل بحياتها دخلت نكشت صور من 10 سنين لما كانت أسماء بتعمل دعايات لمحلات ألبسة المحجبات. أسماء جلال زمان كانت محجبة وكانت بتشتغل موديل لملابس المحجبات، وموضوع الموديلينج ده كان سنة 2016 وكانت بتشتغل مع أكتر من براند لملابس المحجبات. أنا نفسي أعرف هاي المعلومات شو بتفيد صاحبها؟ شو بتهمها؟ يعني الذباب الإلكتروني اللي بلش يتداول هاي الصور ويكتب تعليقات ويتنمر لحد ما عمل من الخبر ترند. ومن بعدها أسماء لغت حسابها على إنستغرام لعدة ساعات قبل ما ترجع صفحتها وتلغي خاصية التعليقات. أسماء هي نموذج واحد من الفنانين اللي بتعرضوا لضغوطات بسبب السوشيال ميديا. تخيلوا إنه في ناس لهم سنين بيسألوا شيماء سيف ليش ما بدك تعملي عملية قص معدة وتنحفي؟ أنا من الشخصية اللي ممكن أستحمل يعني ايه ابتلاءات كتيرة الا ده، لاني طول الوقت ما بحبش ان انا اتحوج لحد او ان انا حد يساعدني او كده. فلما حصل موضوع رجلي ده حصل بين يوم وليلة فعلا. يعني شوفي من ساعات لعيب الكرة وهو بيشوط كرة يقولك رجله خانته، انا رجلي خانتني في التعب. وتخيلوا انه بعد ما عملت العملية وضعفت صاروا يسألوها ليش لسه ما جبت اولاد من جوزك، لحد ما اضطر جوزها يكتب بوست ويقول للناس انه هو شخصيا اللي عنده مشكلة بالانجاب مش شماء. يعني يا جماعة السوشيال ميديا، كل الناس اللي عم بيشوفونا زي ما بتفلتروا كلمات لسانكم فلتروا كلمات تعليقاتكم، لانه الكلمة المسموعة بتجرح والكلمة المقروءة كمان بتجرح. مشاهدينا الكرام، هاي كانت أخبارنا لهالأسبوع، بشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة من سكرين شوت، كونوا على الموعد، سلام. بنحب نشكر محفظة إلي التابعة للبنك الأردني الكويتي. Good day، تذوق استمتع تلذذ بنكات Good day 3-in-1 الجديدة. المال للتمويل كاش سريع.